مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياه، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج طبيب الحياه. يا رب الناس كلها تكون بخير بصحه وسعاده وبيستفيدوا من المعلومات اللي دايما بنقولها. مساء الخير يا احمد. مساء الخير عليك يا رنا، مساء الخير على كل مشاهدينا، ويا رب فعلا الكل يتمتع. احنا برنامج طبي فدايما كلها صحه وعافيه والسعاده. انا حصل كده يعني الصبح لقيت في احتفالات تقول لك بمرور 150 عام على الحياه البرلمانيه في مصر. احنا من اقدم البرلمانات. وامبارح كنت بتهني الناس باكتوبر. ولو دورتي هتلاقينا احنا اقدم البرلمانات، واقدم المستشفيات، واقدم الجامعات، واقدم الجامعات. بجد ما هو الناس دي اللي عملت يعني احنا اللي عملنا الحضاره. علشان كده دايما يقولوا صح مصر صاحبه حضاره و7000 سنه حضاره ولينا تاريخ. عشان كده احنا لازم نقتنع بكده، يعني احنا لازم نقتنع بكده ان الحاجات دي كلها احنا اللي عملناها فعلا. اكيد طبعا. وبالتالي الشعب ده قادر انه يعمل حاجات كتيره حلوه قوي. تمام. مش عايزين اي سلبيات يعني احنا كده حلوه روح انصارات اكتوبر. هي يمكن في ظروف صعبه كتير وفي معاناه في حاجات كتير حاجة جدا حاجة. بس بنقول نعدي. يعني فاكر انت الفيلم كان بيقول زق معايا اليوم، زق معانا الامور. هتمشي الامور. الشعب اللي مر بكل المراحل دي كلها ومر بكل الحروب دي كلها وقدر ينتصر اكيد قادر على ان هو ينجز انجازات عظيمه جدا. بس انت اتغيرت بقالك كام يوم، شياكه اتغير على فكره. انا حرب اكتوبر بقى، مش بقول لك روح اكتوبر، بتحتفل من ورايا يعني بيخرج من ورانا وبيحتفل من ورانا، بس هنعديها. عديها يا رنا. انا عايزين نتكلم النهارده بمناسبه بقى زي ما قلنا كده الاحتفالات والانتصارات، في برضه انتصارات طبيه في العالم كله، في اكتشافات في 2016 هتغير حاجات كتير جدا وهتفتح امل كبير قوي. حبينا النهارده نقول فكره كده بمناسبه روح الانتصار يعني يا رنا وكده، ان احنا نتكلم بقى. والاكتشافات ان احنا نتكلم على الاكتشافات الطبيه. في البدايه في حاجه كويسه جدا وامل كبير جدا لمرضى الحروق. مرضى الحروق يا رنا كانت المشكله بتاعتهم بتبقى بالذات الناس اللي عندها حروق كبيره. الحروق الحجم الكبير دي كانت بتبقى مشكله، لانك انت عارفه في ناس بيبقى مثلا 80% و90% من جسمهم في حروق. كانت المشكله الغيارات بتاعت الحروق، كنت تشوفي تخشي عنابر الحروق في المستشفيات تلاقي الغيار في كل جسمه على ايده وعلى رجله. بتاخدي بالك من الموقف ده؟ ده كان بيؤدي الى انهم بيجي لهم انفكشن او عدوى بكتيريه، واغلب الناس اللي كان عندهم حروق كبيره او مساحات كبيره في جسمهم كان بيحصل وفاه نتيجه الكلام. وسمعنا كتير عن الحالات دي وشفناها بعينينا. بالظبط، كانت المشكله اخترعوا رقائق جلديه مصنعه بتقدر تحطيها، رقيقه جدا جدا جدا، بدل الحاجات الكبيره دي تتحط على الجلد. هذه الرقائق بتتكون من الكولاجين اللي هو البروتين اللي موجود في الجلد، بمجرد ما بتحطيها على الجلد او بتحطها على الجلد هي بتبدا تعمل اثاره للخلايا الجذعيه اللي موجوده في الجلد من تحت وتطلع جلد من نفس نوع الجلد البشري. انا عرفت ان انت محضر فيديو في فيديو حتى ممكن نتفرج عليه بيوضح الموضوع اكتر. ادي بصي، شوفي يا رنا، حاجه رقيقه جدا 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 مصنعه. دي بتتاخد بتتحط، هو بيفردها على المنطقه اللي فيها الحرق. دي كانت المشكله بتاعت زمان، الغيارات الكبيره اللي كانت بتتحط زي ما انت شايفه برضو الغيارات الكبيره دي كلها كانت بتعمل انفكشن، وكانت الدنيا ما بتحصلش هيلينج او ما بيحصلش التئام للجرح. ولو حصل التئام للجرح كان بيحصل التئام للجرح بالصوره اللي انت بتشوفيها دي اللي هي التشوهات دي. أيوه. دي الرقائق دي شايفه، هو شالها من على الجرح، جلد سليم. هي بتتكون من مصنعه من الكولاجين. هنا بيجيب لك انيميشن، ادي الجلد بيحطه، شايفه نمى الجلد بشكل طبيعي جدا. هنا الحته دي اللي بينمو فيها العلامه اللي بتبقى على الجرح اللي هو النمو او التئام الجرح الغير طبيعي. يعني هي بتتشال؟ دي بنت اتعالجت. هي بتتشال. هي بتتشال في الاخر، يعني هي بتتحط فتره معينه. الولد ده كان محروق بنسبه 87%. والرقائق دي، الرقائق الجلديه دي عالجته وعدى منها. ده الراجل اللطيف ده هو ده المخترع الموضوع، هو جراح
هو اللي اخترع الرقائق الجلديه دي. هو مش لطيف بس، ده هو عالم كبير وحاجات كتير قوي. جدا 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 طبعا ان هو يوصل الموضوع. طبعا كانت الاختراع الثاني كان على جراحات زراعه القلب اللي هي طبعا نفسنا يا رب نشوفها هنا ونشوف الناس اللي عندها مشاكل في ضعف في عضله القلب بيتعالجوا. كانت المشكله هو اثناء انتقال القلب من القلب بعد الوفاه من متوفي متبرع بقلبه الى الشخص اللي محتاج القلب. اخترعوا مكنه، المكنه دي بالظبط زي كان القلب في جسم البني ادم، درجه الحراره درجه الرطوبه بيوصلوا لها دم. بمجرد الوفاه اللي عضله القلب بتضعف نتيجه ابن الدم وفيها بيضعف طبعا، هنا المكنه دي بتوصل دم للقلب، فكما لو كان القلب فيه بحيث تفضل شغاله بطبيعتها تفضل شغالة لحد ما توصل لجسم الانسان لجسم اللي محتاج الإنسان القلب. ده اداكي فرصه اكتر لو حصلت الوفاه في مكان بعيد او حاجه يقدروا يحطوا القلب بينبض هذا القلب عادي جدا الطبيعي. زي الجسم الطبيعي مفيش اي مشكله. هنا بيوصل له الدم بنفس درجه الحراره بنفس درجه الرطوبه بدا القلب ينبض. كانت المشكله ان هم لما بيجيبوا القلب ده مثلا بعد مرور فتره معينه من الوفاه ويحطوه كان يتوقف او القلب يضعف. هنا المكنه دي ادت امل كبير او ادت وقت، هنا اتزرع بيها حوالي 15 عمليه لزراعه طبعاً القلب. كلهم ناجحين طبعا، كلهم ناجحين طبعا جدا جدا. هنا بقى حاجه لطيفه قوي، هو اكتشاف ان دور المزيكا او الموسيقى في التعلم وزياده الانتباه. وجدوا ان الموسيقى بتزود الدوبامين، الدوبامين ده موجود في جسمنا او في المخ، ده بيزود السعاده والنشوه والاحساس بالفرح وبيقلل الارق. وجدوا ان هو استماعك للموسيقى اللي بتحبيها ده بيزود الذاكره وبيزود. لقوا ان هم لما يعالجوا بداوا يعالجوا بيها الناس اللي عندهم ضعف في الذاكره كبار السن وجدوا ان بتتحسن. وبالتالي اكتشفوا ان هم لو سمعوا، شوفي بقى الحته دي، اكتشفوا ان هم لو سمعوا المرضى وهم بيعملوا لهم جراحه مزيكا ان هم هيكون قدرتهم على التعافي اكتر واحساسهم بالالم اقل. اهو هنا ده واحد بيعمل جراحه وحاطين له يا سبحان موسيقى. الله احنا عندنا في مصر ما حد بيبقى بيعمل عمليه بيبقى كانه خلاص اتوفى بقى هنا ومفيش مزيكا وجو حزن. هم بقى بالظبط وتنزل الجو بتاع ايوه حتى اللي شغل مزيكا لو حد شغلها بالصدفه ممكن يتشتم. لا هنا طبعا الموضوع مختلف. هنا وجدوا كمان ان الـ 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 الموسيقى دي بتقدر تزود الموصلات العصبيه اللي ما بين الفص الشمال او الفص اليمين ما بين المخ، وتقدر تعمل حاله من التوازن ما بين الإشارات العصبية. فبالتالي سواء كان المريض يسمعوه ميوزك أثناء الجراحة وفي جهاز معين هيعملوه، يعني هو خلي بالك هو ممكن انت تقولي طب هو المريض هو متخدر هيسمع ازاي؟ لا ما هنا في حاجة غريبة كده بتخليه يسمع بس انا ما اعرفش ايه هنا هي. هم اكتشفوا بقى ان لا ده كمان بيسألوه ايه النوع الموسيقى اللي بيحبها عشان تتعلق معايا، عشان تبتدي المخ يلتفت ليها او ينتبه ليها. اذا في حاجه بتحصل مش اثناء التخدير والعيان متخدر، اذا في حاجه بتحصل بتاثر الموسيقى على زياده الاشارات العصبيه. اللي بتقوله ده يا دكتور احمد يمكن انا في حياتي الطبيعيه حاساه، لاني ما بسمع اغنيه وانا سمعتها وانا صغيره بفتكر الموقف اللي حصل والاغنيه دي كانت شغاله، بفتكر مين اللي كان بيتكلم مين اللي راح مين اللي جه. يعني بتساعد على الذاكره. ما هو لذلك بقول لك هم اكتشفوا ان هي ليها تاثير على مراكز في المخ وخاصه الاغنيه او نوع الموسيقى اللي انت بتحبها لها تاثير، بتزود الموصلات العصبيه وبتحسن الذاكره. وبالتالي حتى لما نشوف بقى دي هنا تنبيه مش بس لكل الناس طبعا ان هم يستخدموا الموسيقى اللي بيحبوها، الحاجة التانية الناس كبار السن سمعوهم مزيكا لان ده هيساعد شوية على علاج الزهايمر وان هو يبقى دايما المخ متفتح ودايما في حالة من النشاط. فدي احنا عندنا مشكله كبيره قوي والله زي ما قلت لك، عمليه حد مريض حد عنده زهايمر خلاص يعيشوا جو الحزن والكآبه مفيش حاجه بتشتغل. لا يا جماعه فكوا كده روشوا طبعًا شويه. طبعا طبعا هم شوفي بيدوروا بيكتشفوا دور المزيكا في علاج الالام والمشاكل دي كلها. فده امل كبير، فتحنا امل كبير ان شاء الله لعلاج الجروح ومرضى الجروح الشديده او اللي واخده جزء كبير من الجسم. بقى في امل كبير لجراحات زراعه القلب. احنا البلد اللي طلعت مجدي يعقوب وطلعت احمد زويل، عايزين الاختراعات تطلع من عندنا بقى. يا ريت ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نفكر كل مشاهدينا بالفقرات اللي معانا النهارده. الفقره الاولى هتكون مع دكتور احمد ثروت استشاري جراحه التجميل والوجه والفكين، فقره بتهم كل الناس هنتكلم فيها عن الرشاقه وتنسيق القوام ان شاء الله. اما الفقره الثانيه فهنتكلم فيها على تجميل الاسنان والضحكه الحلوه وشكل السنان الحلو، هيكون مع الدكتور احمد السباعي اخصائي تجميل الاسنان. انتظرونا بعد الفاصل وفقرات مميزه من برنامجكم طبيب الحياه. ساعة
الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامج طبيب الحياة. مين فينا ما بيحلمش بجسم متناسق، بجسم رشيق؟ مين أي ما فيش بنت في الدنيا نفسها تدخل مول محل شيك وتجيب أشيك حاجة، بس المشكلة بقى أن اللي عندهم سمنة أو مليانين شوية بيتنازلوا عن أشيك حاجة دي ويروحوا على المقاسات الكبيرة يا أحمد. والله رانا أنت قلتي البنت، هو مش البنت بس، الرجالة كمان دخلوا في الموضوع بقوة، كله عاوز يبقى عنده قوام متناسق، كله مش عاوز يبقى عنده أي دفوات في جسمه، لأن ممكن دفوع صغير بيخليك ما تعرفش تلبس اللبس اللي أنت عايزه، ما يعرفش أنك تنقي المقاسات اللي أنت عايزها. طبعا النهارده عاوزين نتكلم على ايه هي والجديد، ايه هي تقنيه شفط الدهون، ازاي بتساهم وفي شد الترهلات كمان يا رب. علشان كده فقرتنا مهمه جدا ومميزه جدا، هنتكلم فيها زي ما احمد قال عن احدث تقنيات في شفط الدهون، هنتكلم بالتفصيل، كمان هنتكلم عن شد الترهلات. بس مشاهدينا اسمحوا لنا في بدايه الفقره ارحب بالاسم الكبير اللي دايما بنتشرف بوجوده معانا لانه قيمه علميه كبيره، الدكتور احمد ثروت استشاري جراحه التجميل والوجه والفكين، مدرس جراحة التجميل والحروق بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. منورنا دكتور أحمد، وحشتنا. منور دكتور أحمد، الله يخليك. دكتور في البداية عايز أعرف من حضرتك إيه هي عملية الشفط؟ الناس كلها بتبقى متخيلة إن هي عملية صعبة، ناس تانية تقولهم لا دي عملية سهلة وما تقلقوش، وناس متخيلة إن هي أول ما تتم العملية هيلاقوا نفسهم رفيعين ورشاقة يعني. هو إحنا عايزين نتكلم بشكل جديد شوية عن عملية شفط الدهون، عملية شفط الدهون بتتم ليه؟ أساساً عشان نتخلص من السمنة الموضعية. نقدر نقول إن هي وسط بين الإجراءات الغير تداخلية وبين الجراحة. يعني هي خطوة في النص. لان ما فيهاش جروح، فتحات حوالي 2 3 4 مللي على حسب كم فتحه على حسب المنطقه، بفكره بسيطه بندخل بنشفط الدهون بنشيلها. هل الفكره بتاعتها ان احنا نقلل الوزن؟ الفكره بتاعتها الاساسيه ان احنا نحسن الشكل، نتخلص من الدفوهات والسمنه الموضعيه الموجوده، على اساس ان هي دهون متراكمه فعملت زي سمنه موضعيه في اماكن معينه، دهون زايده او متوزعه بطريقه مش مظبوطه، بندخل نشيلها ونخلص الانسان منها بشكل نهائي. وزي ما انت قلت، هو من حق كل واحد دلوقتي انه يدور انه يصلح العيوب اللي عنده في جسمه. طبعا شفط الدهون تعتبر طريق مباشر سهل امن جدا للتخلص من التراكم الدهني الزايد في اماكن غير مفضله. الهدف من الجراحه، وعايزين نركز على النقطه دي قوي، مش ان احنا نقل في الوزن، الهدف من الجراحه ان احنا نوصل لقوام متناسق للشفط. مهمة جدا الكلمة دي، يعني ايه قوام متناسق؟ يعني انا ابقى مبسوط من شكلي حتى لو وزني زايد. ما احناش مبسوطين قوي ان احنا نقول للعينين بتوعنا يبقى وزنكم زايد، لكن بنقدر نساعد حتى الناس اللي وزنها زايد انها توصل لقوام مثالي، اللي بيفرق معاهم بقى في حاجات كتير قوي زي ما انتوا قلتوا، خروجهم وشكلهم وسقطهم في نفسهم وتعاملهم مع المجتمع وي وي وي، ويحطهم على اول الطريق ان هم يبتدوا كمان ينقصوا في الوزن ويحسنوا حياتهم واللايف ستايل بتاعهم. هيستمروا بقى على الرجيم، اي طريقه يتبعوها. بالظبط كده. طيب احنا معانا فيديو كمان يا دكتور حضرتك تشرح لنا عليه اكتر. اتفضل. هايل جدا. هو شفط الدهون هنقسمها لثلاث خطوات رئيسيه. الخطوه الرئيسيه بندخل من الفتحة الصغيرة بنحقن شوية محاليل أو سوائل عليها أدوية معينة، الأدوية دي الغرض منها أنها تضيع الألم بعد الجراحة، الحاجة التانية أنها تقفل الأوردة والشرايين وبالتالي تقلل النقص في الدم والسوائل أثناء الجراحة، وبتساعد كمان أنها تبعد الخلايا الدهنية عن بعضها، وبالتالي بتخلي الخطوة اللي بعدها اللي هي الشفط أسهل. الخطوة التانية بندخل بالكانيولا بتاعتنا حوالي 4 مللي بالظبط بنشيل الدهون دي. الخطوة التالتة ان احنا بنلبس العين الكرسي، يمكن هي مش واضحه في الفيديو لكن دي انا بعتبرها خطوه من خطوات الجراحه، واللي لازم يلتزم بيها العيان بعد العمليه. العيان بيطلع من على ترابيزه الجراحه لابس الكرسي، في فرق كبير قوي في الشكل، في فرق كبير في الحجم اميديت على ترابيزه العمليه. بنلبسه الكرسي اللي هو بيلبس 2 اكس، بيلبس لارج، بيلبس ميديوم، بيستمر عليه بعد الجراحه، وبعد كده بنبتدي بالتعليمات بتاعتنا. فهي الثلاث خطوات، بنحقن، بنشفط الدهون، وبنلبس الكرسي، واذا كنا هنستخدم في النص حاجه اضافيه من الاجهزه الحديثه بنستخدمها على حسب حاجه العيان وبدون مبالغه في النتائج. السمنه الموضعيه، هو برضو احنا عاوزين نبسطها للناس، هي ايه السمنه الموضعيه؟ يعني هل دي تكتلات مثلا او حتت بتبقى بارزه عندهم في جسمهم؟ هل وهل وايه اشهر المناطق اللي بيكون فيها سمنه موضعيه؟ هل ممكن اقدر اعمل اكتر من منطقه؟ كويس قوي، دول ثلاث اسئله. اول حاجه السمنه، السمنه هي زياده في الوزن وتراكم زائد للدهون. سمنه موضعيه هناخدها منها تراكم للدهون في مناطق معينه بطريقه غير طبيعيه او زايده. زي ايه المناطق؟ زي ايه المناطق؟ مفيش منطقه في الجسم تقريبا
مش ممكن يحصل فيها سمنه موضعي، لكن انا هتكلم عن اكتر المناطق اللي يصلح معاها شفط الدهون. ودي صوره مهمه جدا، منطقه الذراعين، منطقه البطن، منطقه الظهر، منطقه الجزء السفلي كله من الجسم لحد الركبه، لحد الركبه يعني انا منطقه الساقين هنستبعدها، غير كده منطقه الفخدين، منطقه الارداف، نطلع على البطن لوف هاندل، الظهر، منطقه المقعده، منطقه الذراعين الاسفل وعلى الظهر، دي برضه ده من المناطق الهائله جدا، منطقه الاتجاه كويس. نقدر نعمل اكتر من منطقه؟ طبعا نقدر نعمل اكتر من منطقه. اللي بيحدد كده ايه؟ اللي بيحدد كده توزيع الدهون، اللي بيحدد كده الحاله العامه للمريض، اللي بيحدد كده تحاليل المريض قبل الجراحه هل هو يستطيع ده ولا لا، اللي يحدد كده كميه الدهون في كل منطقه، لان احنا لنا ابر ليميت، حد اقصى من الدهون ما بنعدهوش. بنقدر بالتقييم الاكلينيكي قبل الجراحه بالفحص يعني ان احنا نحدد هنقدر نشيل كام لتر، وبالتالي هنقدر انا عايز اعمل منطقتين وثلاثه واربعه، مفيش مشكله لان احنا مش هنعدي السيف زون بتاعنا، لكن لو منطقه واحده هنطلع منها 12 لتر انا ما اقدرش اعمل غيرها. اوكي، يعني لو منطقه واحده كبيره قوي هتتعمل بس مثلا، فبالتالي احنا ممكن نعمل اكتر من منطقه. اللي بيحدد كده عوامل كتيره قوي بين الطبيب وبين المريض. يعني معنى كده ممكن تيجي واحده تقول لك الارداف وبطني وجنابي وكله تطلع كده دكتور، انت عارف انت عارف ان بيجي كتير بيقولوا كده، بيجي كتير بيقولوا كده واحنا ما بنسمعش كلامهم قوي، لكن بنحترم رغبتهم، نحترم رغبتهم فيما لا يتعارض مع مصلحتهم ومع امكانياتنا الطبيه. بس معنى كده ان في ناس تقدر تعمل لها كده. طبعا نعمل لها مختلف مناطق الجسم وتطلع. اكتر ناس مناسبه ان نعمل لها كده دكتور احمد اللي هم اوزانهم بسيطه، يعني 80 90 البادي ماس اندكس بتاعتهم زي النورمال ريشيو في المعدلات الطبيعيه، لكن عندهم دهون متراكمه في اكتر من منطقه، بيحاولوا يرسموا الجسم بشكل لطيف. هنا بقى ما تسيبيش نفسك بقى لحد ما تفتحي الامور معاك يعني. والناس كمان بتكون متخيله ان كل ما هم وزنهم اكتر عمليه الشفط دي ليهم هي يعني ليهم. لا بالعكس، احنا شفط الدهون هي للاجسام المثاليه اللي فيها عيوب موضعيه. الاجسام المثاليه اللي فيها عيوب موضعيه. بس نقدر برضو نساعد بها الاجسام الزايده قوي في ان احنا نخلصها من دهون ما بتستجيبش للدايت، ودي من اكتر الحالات اللي احنا بنشوفها. ناس كتير ماشيه على نظام غذائي، منطقه الجزء السفلي من الجسم او منطقه الظهر او منطقه الفخذين ما بتستجيبش تماما للدايت ولا للرجيم، شفط الدهون هنا هو السلاح. هل هنا شفط الدهون سلاح النهائي؟ طيب معنى كده ان في حالات ما ينفعش معاها شفط دهون؟ خلينا نقول ان شفط الدهون من الجراحات اللي ما يعني ما نقدرش، او من الوسائل اللي ما نقولش ما ينفعش مع المريض دوت. لكن هل هي حل لوحدها؟ لا. هل حاله الجلد محتاجه ان احنا نشد؟ هل انا اعمل عيان عنده حاجه ما يسمى بالموربيد اوبيزيتي او السمنه الزايده اعمله شفط دهون؟ لا، انا اوجه العيان صح الاول على حسب ما انا شايف وعلى حسب حالته العامه وعلى حسب كتله جسمه. لو هو اقدر اعمله شفط دهون من الاول تمام، لكن لو اقدر اوجهه لحاجه تانية تفيده وتفرق معاه نفسيا وبدنيا يبقى احسن انه يلجا لها وبعد كده يجي يعمل شفط الدهون. طيب في نقطه بقى يعني الناس كلها دلوقتي او كل الستات خاصه بقى يفكروا فيها قبل ما تروح تشفط، بتفكر في الدهون اللي هتخرج تحقنها فين. هايل قوي. دي مكرمشه فهحقن فيها الدهون دي. كويس. دي مش عارفه فيها ايه، فخلاص هي بقى داخله هتشفط وتحقن وتخرج بقى زي الكتاب ما قال. جميل. هو طبعا حقن الدهون من التقنيات الجميله جدا. مكنتنا ان احنا نستفيد من الدهون بدل ما كنا بناخدها نرميها، ان احنا نقدر نصلح تاني دفوهات في مناطق تانية نتيجة نقص الدهون. بنلاقي ده موجود كتير قوي في المرضى اللي مشوا على نظام غذائي فترة طويلة، حتت حصل لها نقص جديد قوي في الدهون، بالذات منطقة الوجهين، منطقة الثدي، منطقة الايدين، وفي نفس الوقت اماكن تانية ما استجابتش. احنا بنعمل ما يسمى بإعادة التوزيع، بناخد الدهون من المناطق الزايدة ونحطها في المناطق اللي فيها نقص للدهون، على رأسها منطقة الوجه بالكامل، منطقة الإيدين، منطقة الثدي. وإذا كنت بييجوا يشتكوا من العروق اللي باينة في إيديهم ده مهمة جدا، بتلاقي بنات في سن صغير تلاتينات وبتاع إيديهم شكل مثلا 50 او 60 سنه حقن الدهون هايل جدا، منطقه زهوق الوتر اللي موجود في اسفل الرجل، منطقه الوجه طبعا مناطق هايله جدا، منطقه المقعده طبعا ما ننساهاش بيجيب فيها نتائج هايله جدا، ويمكن نتائجه احسن في منطقه المقعده عن منطقه الثدي. وطبعا المنطقه السوبيريور منطقه الوجه، لانه مش بس بيزود الحجم او بيضيع التجاعيد، كمان زي ما قلنا بقى في خلايا جذعيه وعامل نمو وعامل كلام كتير قوي بيحسن البشره.
كنز طبعا، ده مجرد ان احنا بنحطها على البشره بس بتحسن الكواليتي بتاعه الجلد. في نضاره، بيبقى في نضاره بالظبط كده. بالظبط كده. هل عمليه شفط الدهون بتسيب اي علامات؟ المريض يقدر يتابع حياته امتى ويقدر يعني يشوف النتيجه بتاعته امتى؟ هايل. بتسيب اي علامات؟ احنا قلنا ان الفتحات بتاعتنا من 2 ل 4 مللي، مش اكتر من كده. حاجات بسيطه خالص زي سكراتش، وبتتوزع دايما في التنايات اللي موجوده في الجسم بحيث انها مع الوقت ما تبانش. يرجع لحياته امتى؟ انا ما بحبش دايما اقول ارقام ثابته، بنقول ان دايما في الطب على حسب حاله المريض، على حسب احنا شايلين كام لتر، على حسب احنا مشتغلين على كام منطقه. غالبيه المرضى بتاعتنا او في المتوسط اللي بنشتغل على منطقه واحده او بنشيل كميه معقوله، بيحصل في خلال 3 او 4 ايام انه يرجع لحياته الطبيعيه. خلينا نقول يعني ايه حياته الطبيعيه عشان الناس بتتخيل انه مش هيبقى في اي حاجه بعد 3 4 ايام. حياته الطبيعيه عشان يبقى في شويه مصداقيه مع المرضى بتوعنا والمشاهدين، ان هو يقدر يتحرك، يخش التويلت، يرجع شغله، يقدر يسافر، يتمشى، يجري، ما عندوش مشاكل. كويس جدا. لكن ستيل لسه في شويه علامات من العمليه، شويه كدمات دي بتاخد لها بكتير قوي 7 ايام، شويه ورم بيتحسن مع الوقت، الورم ده بيبتدي يظهر من ثاني يوم الجراحه، بيقعد معاه فتره، بتختلف من كل منطقه في الجسم، وبعد من شهر لثلاث شهور بيحصل على النتيجه النهائيه. اكشوال احنا قلنا ان هو بيطلع من العمليه في فرق كبير، في فارق، لكن استجابه الجسم الطبيعيه بيرجع يورم شويه، بعد كده نلاقي النتيجه. التزامه بقى بالحاجات اللي احنا بنقولها له بعد الجراحه بيسرع ان الورم ده يختفي وبيساعد انه يوصل للنتيجه النهائيه بسرعه. لا معانا صور قبل وبعد نتفرج عليها حتى الدكتور احمد يشرح لنا عليها. دي صور قبل دي يمكن وبعد. شفط مع كمان شد للترهلات اللي موجوده في البطن. ودي من الحاجات اللي حضرتك قلتيها، هل هو الشفط بس ينفع لكل المرضى؟ الشفط ينفع، لكن الاجراءات اللي بنضيفها معاه عشان نحسن حاله الجلد ونصلح العضلات لو فيها مشكله من الحاجات المهمه جدا. وعلى راسها طبعا منطقه البطن، الولادات المتكرره وعدم ممارسه الرياضه، بيبقى في شويه ترهلات في الجلد، بيبقى في شويه ضعف في العضلات. يعني دي عامله شفط وشد البطن. وشد بالظبط كده. وشد البطن. عشان نقدر نوصل. الصوره اللي بعدها؟ الصوره اللي بعدها؟ دي شفط وشد. شفط وشد. النتيجه هايله جدا. الصوره دي بقى مثال لحالات الشفط. اهو ده اجراء بسيط، ده يعني بالظبط صوره المريض بعد حوالي من 5 لـ6 ايام بعد الجراحه. حتى الكدمات والزرقان راح. منطقه الثدي طبعا في الرجال وظاهره التثدي من الحاجات المهمه جدا اللي شفط الدهون بيمثل علاج جذري ليها، وانا بقول ان هو علاج اوحد عشان بس نتجنب موضوع الادويه اللي بتتحقن وموضوع الاجهزه في منطقه الثدي عند الرجال. عند الرجال وعند السيدات. عند السيدات. منطقه الثدي يا جماعه حلولها جراحيه، غير كده لا. مفيش. غير كده لا. وحله جذريه يعني بتتخلص فعلا من وحيده وجذريه. حلو. هي حلول وحيده وجذريه. يعني الناس اللي بتشتري كريمات وبتستخدمها بدون داعي، الناس اللي بتستخدم اجهزه، الناس اللي بتحقن ميزوثيرابي، موضوع طبعا ما هوش علمي، ما هوش له اي اساس خالص في منطقه الثدي سواء في الرجال او في يعني السيدات. يا دكتور دي نقطه مهمه، مهم مشكله جدا. حل مشكله التثدي هو الجراحه وحل جذري. طبعا شفط الدهون وازاله الجزء الزايد في الغده اللبنيه بجرح صغير حوالي 2 سم. تمام. تمام. طيب نتكلم بقى، خلاص هي شفطت وخستت. تمام. وظهرت الترهلات. كويس. تعمل ايه؟ لا انا 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 مش موافق على النتيجه دي. يعني ان احنا في بعض الحالات لا ان احنا نعمل شفط ونوصل عيني يبقى عنده ترهلات بعد الشفط، يبقى احنا ما قيمناهوش كويس بعد الجراحه. قبل الجراحه في طريقتين. اولا طبعا بيبقى باين ان المريض دوت من حاله الجلد ومن الفحص ومن التاريخ المرضي انه حاله الجلد تستدعي شد. تمام. فلازم نقول للمريض انت محتاج شد مع الشفط. بيبقى عامل ازاي يا دكتور؟ بيبقى واضح قوي من علامات التفتيح اللي في الجلد، اللي معناها ان الكولاجين اللي في الجلد اتدمر، ان الجلد التون بتاعته واللاكستي تقوم بتشد الجلد، بتلاقي الجلد مريح خالص معاك، في ترهلات شديده باينه قوي. المريض نفسه بيجي يقول لك انا في ترهل، بيقدر يمسك الجلد بتاعته بفحص معين وفحوصات معينه كلينيكيه بتبين مرونه الجلد في الرجوع تاني، وبالتالي احنا بنقول للمريض لا ده انت هيحصل عندك ترهلات شديده بعد الشفط، وبالتالي انت محتاج شد. في نوعين، في مريض بيقبل وفي مريض ما بيقبلش. المريض اللي ما بيقبلش بيكون عارف انه بعد الشفط هيكون عنده ترهلات، وده غالبا مش هيعمل شد تاني. اغلبيه المرضى بيقبلوا، لان احنا لما بنشفط دهون واوريدي في ترهلات بتزيد درجه الترهلات دي بعد الجراحه وبتخلي الشكل مش لطيف خالص. وبالتالي هو التقييم الجراحي بيمنعنا ان احنا نوصل للمرحله دي، ان احنا نعمل شفط ويبقى في ترهلات. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نعمل شفط او شفط وشد او اجراء جراحي مناسب للمريض، نديله الاوبتم النتيجه المثاليه من اول مرحله. من اول مرحله. فده بيرجعنا لنقطه مهمه قوي اللي هي نقطه التقييم العين الطبي للمريض من البدايه الجراحه. انا محتاج شفط،
او انا عايز اعمل شفط، لا انت ما ينفعكش الشفط، انت لازم شد. هل انا محتاج شد يا دكتور؟ لا، انت الشفط ممكن يجيب نتيجه معك. يعني يا دكتور احمد، الستات اللي بتيجي نتيجه الولاده المتكرره بتبقى بطنها، بتبقى في ستات كمان نازله بطنها جدا بشكل تمام، متدليه بشكل قوي تمام جدا تمام. ده بيسبب امراض ويسبب مشاكل والتهابات وكلام دي، ليها حل جذري؟ يعني هم ما يعرفوش هل دي ليها حل جذري؟ هو دول احنا انا بعتبرهم من الطف واسهل عيني، لان هم حالتهم بتبقى شرحه نفسها. هي بتيجي تقول انا عايزه اخلص من دوت، عندها التهابات متكرره في منطقه التصاقات الجلد دوت، مأثر على العمود الفقري وفي شد على طول، مأثر على شكلها. تيجي تقول لك انا مش عارفه البس حاجه في البيت، انا مش عارفه اخرج، انا 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 انا. فالموضوع بيبقى سهل جدا. اغلبيتهم بتبقى سيدات حملوا مره واثنين وثلاثه، فعندهم خبره مع شكل الجرح وعارفين ان هو بعد فتره بيبقى شكله كويس جدا. وبيبقى الصوره اللي حضرتك وريتها لنا دي كانت بتاعت نفس القصه، ممكن نشوفها تاني يا دكتور احمد؟ نشوف الصوره تاني بتاعت الشفط وشد الجلد، لانها كانت موضحه جدا. دي تقريبا نفس او مثال لاغلبيه الحالات اللي احنا بنقابلها. حوالي 6 في ال 100 فورد، حوالي 45 ولاده، 3 4 مرات ضعف في العضلات، ترهلات في الجلد، الشفط والشد. مع لما بنضيف له شد البطن بنصلح كل العوامل اللي حصل فيها دمار مع الولادات المتكرره. بنشيل الجلد ازاي؟ يعني هي حاله زي دي يا دكتور لازم شفط وشد. لازم لازم. والنوع الثاني من المرضى بقى اللي هم حصل لهم نقص شديد في الوزن، بيحصل معهم شويه ترهلات، لازم برضو ان احنا نعمل شد واستئصال للجلد المترهل. معانا فيديو كمان الدهون ويلاقي الترهلات يبقى ما عملش حاجه. احنا معانا فيديو لو حابين نتفرج عليه يا دكتور احمد. اتفضل يا دكتور. طب الفيديو ده بيشرح لنا عملية شد البطن. اولا هو بيورينا مكان الجرح. مكان الجرح طوله بيختلف على حسب درجة الترهلات. يعني لو الترهلات بسيطة بيبقى جرح تقريبا قريب من جرح القيصرية او اكبر سنة بسيطة، لكن في الترهلات الكبيرة اللي بنقابلها في اغلبية المرضى بيبقى جرح بيمتد هنا كمان العضلات جنب اليمين للشمال. تاني خطوه بقى اللي هو الترهلات اللي حصلت في العضلات، لازم تتصلح عشان ندي الشكل الفلات للبطن. يعني مش الجلد بس اللي بيجي، لا، العضلات، الجلد، والدهون الزايده كمان، كل ده بيتصلح في عمليه شد البطن. وده ما يقدرش نصلحه بس بشفط الدهون او بالرياضه او بالاجهزه. طالما في وصلنا ان في ضعف في العضلات، وصلنا ان في ترهلات في الجلد، لازم الشد. المرضى بيخافوا من الشد عشان نبقى صراحه من الجرح. زي ما قلت لحضرتك، المريضه اللي عندها خبره في شكل جرح القيصريه ويوي تبقى مبسوطه جدا. ليه؟ لانها عارفه ان الجرح اكيد هيتحسن، الجرح هياخد شكل الجلد، الموضوع ده مش هيبقى مشكله مع الوقت بشكل تام. وجود الحاجات كمان اللي احنا بنديها للمرضى زي الكريمات وزي الليزر بيحسن الجرح بشكل كبير جدا. المكان اللي بنحطه فيه الجرح بنحطه دايما في ثانيه اسفل البطن، بحيث ان هو مع الوقت يبقى هو ده الثانيه الطبيعيه، وبالتالي الجرح بيختفي او بيبقى شكله مقبول جدا اذا كان له حتى اثر. تقدر تمارس حياتها بعد العمليه دي بقد ايه؟ يعني ايه عمليه شد جدا؟ انا دايما بقول للمريض اسبوعين، لكن نقدر نفرق بين انها الحياه اليوميه، يعني تقدر تقوم وتمشي وتروح وتاكل وتخش التويلت تاني يوم. تاني يوم على طول؟ تاني يوم. يعني الحركه العاديه في البيت. الحركه العاديه وتخدم نفسها وي وي وي، لكن تقدر تنزل شغلها وتروح وتيجي وتسافر، خلينا نقول من 10 ل 14 يوم. من 10 ل 14 يوم. ايه تاني مناطق نقدر نعمل فيها عمليات الشد؟ احنا عملنا شد البطن دي عرفناها، ايه تاني الاماكن اللي ممكن نعملها؟ اشهر المناطق اللي بنعمل لها شد بعد البطن يعتبر طبعا الترهلات اللي بتيجي في الثدي بعد نقص الوزن وبعد الرضاعات المتكرره. الذراعين من المناطق الكبيره جدا، ودي دايما بنقابلها في المرضى اللي مشوا على دايت او عملوا جراحات سمنه، نقصوا وزن كبير قوي 40 و50 و60 و70 كيلو زي ما حضرتك بتشوف معانا. الذراعين من المناطق اللي بنعمل فيها شد مهم جدا مع الشفط. منطقه الفخذين من المناطق المتكرره برضو، ودايما دول برضو بنلاقيهم في العيانين اللي عملوا جراحات سمنه. طبعا فرق كبير قوي قبل وبعد، طالما ان العيان تقبل شكل الجرح وفهم الجدول الزمني بتاعه. الجرح في الاول شهر يبقى شكله كذا، ثاني شهر يبقى شكله كذا، لكن بتفرق قوي ان العيان مش قادر لا يلبس ولا يخرج، بننقله نقله ثانيه خالص في حياته وعمليات شد الترهلات. كده انت اديت امل كبير جدا لناس كتير كانت فقدت الامل في تنسيق القوام. كده تكون انتهت فقرتنا دكتور احمد، اتكلمنا فيها على شفط الدهون وقد ايه بقى في تطور كبير في عمليات شفط الدهون، واتكلمنا على عمليات شد البطن وشد الترهلات. وكان ضيفنا الاستاذ الدكتور احمد ثروت نصار، استشاري جراحه التجميل والوجه والفكين، مدرس جراحات التجميل والحروق بكل الطب،
عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. نورتنا يا دكتور احمد. شكرا يا دكتور. نورتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. مشاهدينا بكده وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقرتنا. استنونا كل يوم من السبت الخميس الساعه 2 الظهر والاعاده الساعه 1 صباحا و7 صباحا. كمان تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك طبيب الحياه كل الاسئله وان شاء الله نجاوبكم عليها. نشوفكم على خير. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامج طبيب الحياة. الموضوع النهاردة ليه علاقة بالابتسامة، الأسنان. ناس كتير قوي بيبقى عندها مشاكل في أسنانها، سنة مكسورة، سنة لونها مثلا أصفر شوية، السنتين اللي قدام دول خارج بره، بالتالي الناس دي بتبقى مكسوفة تضحك، مكسوفة تخرج، مكسوفة تقعد مع الناس. تلاقي دايما يا أحمد لما يضحكوا يحطوا إيديهم على بقهم محرجين. طبعا يا رنا، هو الأسنان أهم حاجة من أهم الحاجات في جمال الإنسان. في ناس تلاقيها جميلة جدا بمجرد ما بتبتسم بيضيع جزء كبير من الجمال، وبتلاقيهم دايما نتيجة تضحك تلاقيهم يا رنا عاملين أيوة قافلين بقهم أو يحطوا إيديهم على بقهم. إحنا عايزين بقى نضيع دي خالص، ما تبقاش موجودة معانا النهاردة صانع الابتسامة يعني. أكيد طبعا. إحنا النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن الابتسامة، أنواع الابتسامة زي ما قلنا لحضراتكم، لكن خلونا نرحب بضيفنا في بداية الحلقة الدكتور أحمد السباعي، أخصائي تجميل الأسنان، عضو رابطة الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا رب. حلو صانع الابتسامة. هو أنتوا فعلا صانع الابتسامة يعني، هي دي أهم حاجة. يعني طبعا كل الناس بقى عندها ابتسامات والله. كلنا نرجع نضحك تاني طبعا. يعني طبعا طبعا ان شاء الله. على فكره يا دكتور، يمكن في ناس بتكون ابتسامتها حلوه جدا وضحكتها حلوه جدا، بس لمجرد ان هو عنده شك ان سنته فيها حاجه او صفره او مكسوره، او لا انا هداري ابتسامتي. على فكره ما انت بتقولي كلام فعلا صح جدا. حته الابتسامه، هل هي مجرد ان انا حاجه ترفيهيه ولا انا مجرد شكلي ولا حاجه؟ لا، هو وجد انه سايكولوجيكلي او نفسيا، اما انا باخد انطباع اولي عن شخص باخده من المنطقه السفليه من الوجه. طب ليه السبب؟ اكتر كم عضلات هي في المنطقه دي. فلو شخص مثلا على طول شايفه مبتسم احس ان هو فريندلي، احس ان هو ودود، اقدر اتكلم معاه. شخص تاني ممكن اسنانه مثلا فيها مشكله، ما تلاقيه فعلا زي ما انت تقول قافل بقه او هو بيقابل الناس، افتكره شخص اللي هو ايه، لا انا متزمت شويه، انا ما بحبش اتعرف على الناس. ايوه، ونبتعد احنا عنه بقى، ده شخص خنيق ومش هنتكلم معاه والكلام ده. هي دي الفكره. فانت فعلا ممكن تاخدي انطباع اولي عن شخص جايز يكون خاطئ تماما، يعني ممكن يكون الشخص اللي قدامك ده شخص مرح جدا في الحقيقه، بس هو مجرد ان هو ايه، لا مكسوف شويه ان هو يظهر ابتسامته. ده ممكن حتى ياثر عليه في شغله، ما فعلا ما بقاش قادر، يبقى ما فيش اتصال كويس مع مديره ومع الناس. طريقه الكوميونيكيشن مع الناس بتختلف، لان انا لو قلقان دايما على طول مثلا ان انا عندي ريحه فم ولا قلقان من شكل اسناني، على طول هبقى بطلع الكلام بالعافيه، اللي هو مش بتكلم براحتي كده، قلقان الناس هتاخد انطباع عني شكله عامل ازاي، وهياخد خصومات على فكره، والاتش ار بقى هياخد مشكله طبعا. والله يا عم واجد، على فكره حاجات سايكولوجيكال برضو، ان انت دايما في ناس بتترقف في العمل بتاعها عن طريق شخصيته بس. بعيدا عن البروفيشنال سكيلز، ممكن يكون واحد موهوب جدا صح، بس ما عندوش مهارات اجتماعيه، فتلاقيه مش عارف يوصل للبوزيشن اللي هو يستحقه فعلا. المظهر يا دكتور احمد والشكل الاسنان من ضمن الحاجات بيفرق. بيفرق اما يكون حد واثق في نفسه قوي وقاعد بيضحك وبيتكلم مع الناس بكل ثقه، واحد تاني خجول قال انا قلقان اتكلم مع الناس، قلقان اظهر لهم انا جوايا ايه. بتفرق. طب عايزينك تطمنهم يا دكتور وتقول يعني مين الحالات اللي محتاجه فعلا تجميل في الاسنان. تمام. هي تعالى نتكلم من الاول خالص، تخصص تجميل الاسنان. في البدايه المتعارف عليه دكتور السنان ده، انا واحد رايح له بشنيور، راجل مخيف لمجرد ان انا مش عارف انام. طبعا مفيش حاجه اسمها انا لسه هبتدي احس بوجع، لا دكتور السنان هروح له وانا مش عارف انام، مفيش حاجه اسمها اروح لدكتور السنان. ده الانطباع اللي من واحنا صغيرين عندنا. ده الطبيعي اللي احنا واخدينه. كانت القصه كلها ان الدكتور ده هيشيل لي القلم وهروح عشان اعرف اكل واشرب. كان الاهتمام قديما في مدرسه طب الاسنان ان انا ازاي اعالج المرضى بس. وجدوا لا، ان الاسنان دي جزء كبير جدا زي ما كنا بنتكلم، من شكلنا، من طريقه كلامنا، من حاجات كتير، او بتاثر على حاجات كتير جدا في حياتنا، بتاثر على صحتنا الجسمانيه حتى. فوجدوا ان انا عايز اقدم خدمه طبيه، وفي نفس الوقت لا، انا عايز الخدمه الطبيه دي ترجع شكل الابتسامه او تخلي شكل الاسنان ده كويس وطبيعي. يعني مش لازم اكون اعمل ابتسامه كويسه او تجميل اسنان ده لازم شكل اللي هو الاوفر مثلا، لا ممكن شكل طبيعي جدا. فوجدوا هنا طلع تخصص طب تجميل الاسنان. هل التخصص ده بقى منتشر في العالم كله؟ لا، لسه برضه جامعات معدوده هي اللي بتقدمه. احنا الحمد لله لسه، عارف يعني قريب ان احنا في مصر الجامعات هتبتدي تطبقه كماجستير مستقل. طيب حلو جدا للتجميل، يبقى في تطور كويس. بالظبط، يعني دي حاجه انا فرحت بيها جدا.
بس هتبقوا انتوا الرواد بقى دكتور احمد برضه. ما طبعا لا بس يعني ان شاء الله يعني. يا رب يا رب يعني يكون في اكتر لاننا والله انا كنت عايز اقول لك مثلا ان انا عندي في العياده عملنا زي سيرفي او عملنا زي احصائيه كده اهوت وجدت ان 35 ل 40% من الحالات اللي بتجيلي اغلبيتها علاج اسنان خاطئ. يعني اتعالجوا غلط قبل كده بالظبط. اغلبيتها مثلا حد مثلا جاي عنده سنه مفقوده اتعملت له سنه تانية اوكي بيعرف ياكل ويشرب بس السنه شكلها غير مقبول بالمره اللي هو على طول فعلا مخبي او مخبيه بقها بسبب شكل اسنانها. حالات كانت محتاجه تجميل حاله بسيطه قوي مثلا يعني جات لي بنوته مثلا سنها صغير 20 سنه كان عندها شويه اصفرار في الاسنان وفي شويه تاكل بسيط في طبقه الانامل او الميله بتاعه الاسنان. راحت لدكتور برد لها كل اسنانها عملها تركيبه طبعا هي يعني انا نفسي ببقى متضايق هي طبعاً. دخلت في متاهه تانية خالص بالظبط وخلاص طول عمرها على فكره يعني لو سنه اتبردت برضه دي حاجه عايز اعرفها الناس لو سنه اتبردت خلاص انا مش هقدر ارجعها تاني صح خلاص هتضيع الجزء بالظبط يعني التكوينها. لسه ما اخترعوش حاجه في مجال طب الاسنان ان هي طبقه المينا دي ارجع ارجعها تاني يعني. فهي ان هو فعلا انا ببقى متضايق لها لان هي حالتك كانت بسيطه جدا انا كنت ممكن وريتني صور قبلها لا انا كنت ممكن بكل بساطه ممكن تبييض اسنان بسيط مع شويه حشوات خلاص الاسنان رجعت لحالتها النورمال. كتخصص تجميل ده داخل في ايه؟ ايه الحالات بقى تاني يا دكتور اللي ممكن تحتاج تجميل؟ حالات التجميل عامه جدا 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 يعني انا نفترض حد من الحالات الصعبه مثلا حد جاي لي والعياذ بالله من حادثه مثلا او حاجه عنده اسنان مكسوره وعنده اسنان فقدت او اتكسرت في الحادثه ديت. هنا ده طب الاسنان التجميلي عامل اساسي فيها. انا مش مجرد عايز ارجع له الاسنان اللي اتكسرت او فقدت ديت عن طريق زراعه اسنان واركب له اي تركيب ده انا عايز كمان شكله يبقى حلو بالظبط. فدايما انا بطلب من المرضى في الحالات اللي زي ديت عايز صور قديمه دور لي على اكتر صور قديمه انت بتضحك فيها على قد ما تقدر عايز اشوف شكل اسنانك عشان اشوف شكل اسنانك انا عايز بالزبط. ارجعك للطبيعي عايز ارجعك لشكل اسنانك اللي انت قبل ما يحصل القصه ديت. نفسيا بتفرق مع المريض 360 درجه اللي هو بيحس يعني دايما الناس كانت بتبقاش متخيله انا هو انا هرجع زي الاول انا استحاله انا لفيت على دكاتره في حالات بسيطة قوي اللي هي مثلا لو في شوية تصبغات في الأسنان هنا تبييض كل ده داخل تحت بند تجميل الأسنان. تقويم الأسنان بيعتبروه برضو تحت بند التجميل يعني ممكن نخليها ببساطة دكتور أحمد إن لو ما فيش سبب واضح زي حوادث أو أي مشاكل أي واحد مش عاجبه شكل أسنانه وفعلا هيحتاج تجميل هنا بحتاج دكتور أسنان تجميلي. أي حاجة بتظهر يعني مثلا ممكن أقول لك الحالات اللي في الدروس لو في الدروس اللي ورا خالص الحشو العادي والحاجات دي ممكن ما تندرجش قوي تحت طب اسنان التجميل لكن الجزء اللي بره ده كله الجزء الامامي وده بيمثل حوالي 70% من الاسنان ده هنا هو بيندرج تحت طب الاسنان خاصه بقى دكتور السنتين اللي هم العراض اللي قدام دول طبعا دول يعني في ناس كتير عندها بجد هوس وجنان منهم يعني في واحده تقول لك دول داخلين والثانيه تقول لك لا دول خارجين واحده ثانيه يقول لك دول داخلين والفكين هم اللي خارجين الحالات دي ايه؟ بصي طبعا الناس عندها فكره عامه تجميل الاسنان او عايز اجمل او اعمل سمايل ميك اوفر عايز اجمل شكل اسناني كل الاسنان صف واحد من شغلنا ومن برضو الدراسات الكتير اللي اتعملت ومن طبيعه شغل الحالات اللي بقابلها وجدت ان التجميل ده حاجه ريلاتيف جدا حاجه نسبيه طبعا مفيش شخصين هتقعدوا قدام بعض هيتفقوا واحد او واحده تجي لي انا عايزه السنتين اللي انت بتقولي اللي عاملين عقده الناس ديت اللي هي البريتش سمايل اللي هم السنتين العراض في ناس بتطلبهم في ناس تانية بيبقوا عندهم لا عايزه اصغرهم في الفرق ما بين الاسنان ناس تكرهه لا انا الفرق ده عامل لي عقده في حياتي ومضايقني وبتاع وفي ناس تيجي من علامات الجمال الناس تقول لك انا عايزه الفلجه اللي في النص دي فهي كل ده ليه حلول يا دكتور احمد طبعا كل ده ليه حلول يعني شكل الاسنان دلوقتي الحمد لله بفضل التكنولوجي بفضل الحاجات كتيره جدا اتطورت لا بقت الدنيا اسهل بكتير حته برضو ان انا هروح وعمليه مؤلمه جدا وهقعد كتير خلاص احنا بنتكلم النهارده 80% من حاجات التجميل في الاسنان بقت زيارتين يعني في خلال 6 ل7 ايام انا ببقى مخلص الكيس كلها. نرجع تاني للابتسامه. ايه انواع الابتسامه؟ الحاجه الثانيه هل انا هشوف ابتسامتي؟ هل حضرتك هتوريني انا هبقى عامل ازاي في الابتسامه دي ولا انواع الابتسامات يعني لو اي حد من البيشنت او المرضى اللي جولي قبل كده قعد معايا او ابتدينا نشتغل مع بعض هيبقى عارف القصه دي وحافظها صم. انا دايما بحب قبل ما اشتغل اي حاجه احب اعرفه كانه يعني في ناس بتزهق مني. ناس تقول لي يا دكتور مش عايز افهم يعني انا واثق فيك اعمل اللي انت عايزه والله برفض لا لازم تشوف بالظبط لازم تشوف ولازم تبقى عارف انت اتعمل لك ايه نفترض ساعات بيجي لي حالات مش مقيمه في مصر مثلا سافر بره راح اي دوله او رجع بلده لا هو عارف اتعمل له ايه عارف كل خطوه وعارف الماده اللي اتعملت له عارف كل حاجه
ما بحبش دايما فكره ان المريض جاي واتعمل مغيب لا، لان انا بؤمن جدا بحته اسمها بيشنت اديوكيشن، تعليم المريض لازم يبقى جاي بتستريح انت بعد كده دكتور، هو بيستريح بالظبط طبعا. وعايز انشرها في مجتمعاتنا للاسف، يعني مثلا لو شفت الدكاتره بره مثلا تلاقي المريض جاي له انا يا دكتور عايز اعمل مثلا اندو تريتمنت او حشو عصب، وعايز الحشوه اللي فوقيه تكون النوع الفلاني، وعايز الكراون اللي فوقيه النوع الفلاني. المريض جاي قاري ودارس وعارف هيعمل ايه، ده فاهم بقى ده بيبقى جميل ده. بس على فكره ده في دكاتره هنا تقلق منه لو الدكتور مش واثق قوي في اللي طبعا طبعا طبعا. بس لو انت واثقه في اللي بتعمليه هتوصل معاه بالظبط. انواع الابتسامات في حوالي 16 نوع، بيندرج منهم في المجال التجميلي حوالي 4 أو 5 انواع. بيفرقوا في ايه؟ حسب الانطباع المريض عايز يسيبه عند الناس. يعني في مثل مشهور قوي الستايل اللي هو بتاع هوليوود ستايل دوت، ان الاسنان كلها جايه صف واحد. ايوه اللي جنن الناس ده طبعا. الناس كلها عايزين نعمل هوليوود ستايل. طب ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته ملفت جدا للنظر. اي حد عمل الاسنان اللي هي بتاعت هوليوود ديت، لا اي حد من بعيد الاسنان دي فيها يعني حاجه، انا لازم اقول هيشوفها فيك شويه. ده بقى هنا من اشوفها مش حقيقيه. انا من الدكاتره اللي يعني انا بشتغلهم بصراحه بعملهم، لان دي اراء الناس طبعا. مش هعمل مش هينفع اعمل لحد حاجه هو هو جاي عايز كده جاي عايز بس انا من الدكاتره ما بفضلهاش قوي، لسبب ان انا بحب دايما الحاجه الطبيعيه طبعا. هوليوود ستايل يعني مفيش حد اسنانه الناب بتاعه شبه السنه يا جماعه، كل اسنانه شبه بعض، فما بفضلهاش قوي. بس هي ملفته للنظر، اما تلاقي حد عاملها لا فعلا هتحس ان انت انا عايز ابص في حاجه غريبه في حاجه غريبه. عايز انت حضرتك مش عايز توصلهم لكده، انت عايز تخلي الناس تشوفها صوره طبيعيه. انا بحب الشكل الطبيعي، بس لو حد مثلا في بعض الناس عايزه حاجه ملفته للانظار خلاص بيجون وده. في انواع ثانيه مثلا زي الناتشرال ستايل دي اللي هي انا بفضلها جدا بقى، ان كل سنه واخده حقها واكله واخده شكلها الطبيعي شكل ربنا خلقه ربنا. بس السنه نفسها تجميل بسيط تعديل بسيط طبعا. لا هي فكرتي كلها ان انا عايز اوصل الاسنان يعني لاسنان بيرفكت، اسنان ما فيهاش غلطه، بس في نفس الوقت شكلها طبيعي نوعا ما، مش الشكل اللي هو الشكل بعده اللي هو صناعي. بالظبط بالظبط. يعني اذا هشوف شكل ابتسامتي وهشوف هنا بقى عندنا حاجه اسمها بقى سمايل ديزاينر. ده تقنيه بالكمبيوتر بقينا بنعملها، قلبت موازين تجميل الاسنان 360 درجه. المريض الاول كان بيجي لي ماسك ورقه وقلم قدامه وقاعد بكتب وراه. وكنت للاسف يعني الحالات كانت الدنيا بدائيه شويه طبعا. كان عندنا مجلات بوريها للمريض واقول له اتفرج مثلا على الممثلين دول ايه اللي يعجبك ايه اللي يعجبك في شكل الابتسامه دي. فالمريض مثلا ممكن يختار حاجه ويمكن يختار لون. بعد ما نعمله كل حاجه وخلصنا وجايين بنعمل تراي ان او بنجربه يقول لك انا مش انا يا دكتور انا مش ده اللي انا طب الصوره اهي لا في حاجه غلط انا مش عارفني بالظبط. كنا رايحين جايين بقى ونقعد نجرب ونعمل وبتاع. تقنية سمايل ديزاين بال 3 دي بقينا بنعمل ايه بقى؟ باخد صوره بكل بساطه، المريض قاعد جنبي، قاعدين بنرسم زي كاننا كده معانا على الكمبيوتر طبعا، كاننا فاتحين برنامج بين براش مثلا وقاعدين بنرسم شكل الاسنان الجديد. والله يا دكتور السنه دي عايز اطولها شويه، عايز افتح شويه، عايز اغمق شويه. بيشوف نفسه قبل وبعد، فاللي هو تخيله في دماغه بيقدر يرسمه لي يوصله لي. من هنا برضو انا كل بيبقى فاضل لي ايه؟ ان احنا بنعمل زي يعني دلوقتي برضو ما بقاش في شغل المعامل حد بعملها يدوي وكده. بقى الموضوع زي الكترونيك، بيتعمل جهاز اسمه كات كام، بطبع الصوره اللي انا رسمناها. حلو. بعد اسبوع بالظبط او 6 أيام بنيجي نلزق الفينيرز اللي عملناها او الكراونز حتى حسب الحاله هي ايه. وصلنا للشكل اللي احنا عايزينه في وقت قليل جدا. اديك راحه، انا اديني راحه نفسيه رهيبه. الاثنين على فكره انا عارف انا شكلي هيبقى عامل ازاي، دي حاجه تقدم مذهل. للدكتور وللمريض على حد سواء، احنا بقينا يعني الكوميونيكيشن كبر جدا ما بين كان الاول الموضوع بعيد شويه، المريض مش شغلته طبعا. طبعا. يعني المريض هو اول مره في حياته يجي لدكتور سنان، اول مره يطلب علاج تجميلي، فكانت بالنسبه له الموضوع صعب ان هو يعرف يوصل اللي جواه للدكتور. خلاص هو عارف ان هو هيعمل وفي الاخر هيلاقي الشكل اللي هو عايزه. بالظبط. دلوقتي الدنيا بقت اسهل كتير يعني الحمد لله. الحمد لله. يمكن الليزر دخل في حاجات كتير جدا في الطب الفتره المؤخره. عايز اعرف حضرتك الليزر بقى مع الاسنان دوره ايه؟ دوره ايه بقى؟ بصي القصه كلها زي ما كنت بقول لك، فكرتنا عن دكتور السنان الشخص المخيف، الشخص المرعب. انا رايح هتوجع، همشي النهارده متضايق، ممكن اول ما اروح اصلي اقعد ادعي عليه شويه. كان ده الطبيعي. ربنا يسامحك على اللي انت عملته. وبعد كده اكيد بيضايلك. يا رب يعني. يقول انا طول الليل بنزف وتعبان. بالظبط. فهنا الليزر دخل في كل مجالات الطب، احد اهم مجالات الطب طب الاسنان. حاجات كتيره جدا بالنسبه لنا كدكاتره كنا عارفين المريض هيخرج من عندنا موجوع. من امثلتها مثلا تبيض الاسنان. الناس كلها بتقول يعني التبيض انا هخرج من عند دكتور انا عندي حساسيه اسنان،
انا هخرج من عند الدكتور مش هينفع اكل ولا هشرب ولا هعمل، انا حياتي اتدمرت لمجرد ان انا عايز اسناني يبقى لونها ابيض. الكلام ده طبعا عن طريق ليزر اتغير تماما. جلسه التبييض بدل ما كانت ساعه بقت ربع ساعه. حته حساسيه الاسنان بدل ما كانت بتقعد معايا 48 ساعه ما بقاش وجود الحساسيه خالص. يعني المريض دلوقتي واحنا بنعمل عمليه تبييض كان بالاجهزه القديمه مثلا زوم والحاجات ديت، المريض بيبقى قاعد موجوع. فالدكتور ما كانش بيبقى قدامه حل، ما ينفعش يديله بنج كمان، مش هيدي بنج للفكين كلهم طبعا. فكان كل اللي بيعمله معلش استحمل وقربنا والكلام ده. دلوقتي لا، بالليزر الموضوع التبييض بقى حصل فيه طفره، لا الموضوع بقى سريع، بقى مش مؤلم. والمناسبه برضو في اعتقاد خاطئ عند الناس انا حابب اوجهه جدا، يعني الناس كلها بتجي لي العياده تقول لي تبييض الاسنان يا دكتور بياكل طبقه من السنان. والله تبييض الاسنان يا دكتور، انا والله العظيم كنت لسه هقول لحضرتك، ما دي انا حابب ارد عليه ان انا بسالها. هو مش مبرد، مش بيبرد يعني. على فكره يا دكتور انا شخصيا كنت معتقده كده. لا طبعا، لا طبعا الكلام ده خاطئ، وانا ما اعرفش الناس جابته منين. يعني هو متناقل، بس مثلا لو دخلنا على اي ويب سايت علمي او مجله علميه او اي حاجه ودخلنا قرينا هنلاقي الكلام ده كلام خارجي. لا طبعا، فكره التبييض هي كلها عمليه كيميائيه، ماده اللي هي الهيدروجين بيروكسيد بتخش على طبقات المينا بتاعتنا. نعتبر طبقات المينا دي عامله زي مسام الجلد مفتحه، بتخش الماده دي جواها بتعمل لها عمليه تنظيف كويس جدا، بنيجي نلاقي لون الاسنان رجع للونها الطبيعي. طبيعي. ممكن افتح شويه كمان كل الصبغات اللي كانت عليها بتزال. ايه تاني غير التبييض يا دكتور؟ هنا هو برضو عمليات بقى اللثه، وانا مصر على كلمه عمليات. يعني كانت حد عنده عارف اللي هي الجامي سمايل او الضحكه اللثويه، حد عنده زيادات في اللثه ليه اسباب كتير جدا. مثلا لو حد بياخد كورتيزون في ادويه كتير جدا بتسبب القصه ديت، لو حد ماوس بريتر بيتنفس من الفم كانت بتعمل زوايد في اللثه. الحل التقليدي ليها اروح للدكتور اخد حقنه بنج، استنى شويه البنج يشتغل، الدكتور هيبدا يشتغل بمشط، شايف دم كتير عمال ينزل، المريضه خايفه مش عارفه تعمل ايه، كل شويه طب مضمض، انت عملت ايه يا دكتور؟ الدكتور نفسه بيخلص العمليه من كتر الدم ما بيبقاش عارف هو وصل لنتيجه ايه بالظبط 100%. بالظبط. فبيطلب من المريض لا هنريح يومين وتعالي لي تاني نشوف هنكمل ولا هنقف على كده. كان الموضوع مؤلم وكان الموضوع صعب جدا. الليزر سهل الموضوع ده في ايه؟ الليزر رقم واحد البيمز بتاعته سريعه جدا جدا جدا، الشعاع بتاعه بالظبط بتبتدي تشتغل قبل ما حاجه اسمها بين ريسبتورز او قبل ما المريض، يعني مش عايز ادخل كلام علمي كتير، قبل ما يحس بالم بيكون الليزر ادى الوظيفه بتاعته. في نفس الوقت وانا بشيل الزوايد اللي في اللثه هو بيوقف لي اي نزيف، فالمريض بقيت بدون بنج خالص، بقيت اشيل له زوايد اللثه وقاعد قدامي بيتفرج بالكاميرا او بالمرايه، قاعد جنبي عمال يتفرج عليا وانا برسم اللثه، ولا نزيف ولا الم خالص. والنتيجه بوصل لها مش في زياره ولا اثنين ولا ثلاثه، في نفس الزياره واحنا قاعدين مع بعض. يعني هو بيخلص يلاقي النتيجه اللي هو وهو قاعد. فكانت القصه دي برده كانت طفره كبيره جدا، الليزر سهلها لي. من الحاجات برده اللي كانت صعبه وبقى ليها علاج حته الام التي ام جي او الام مفصل الفك. كان دوت حله حاجه من الاثنين، يا اروح لدكتور جراح هنعمل عمليه في الفك، مش عارف ممكن في عمليات كتير كده الفك حسب الحاله برده. دلوقتي بالليزر بقيت بعمل حاجه اسمها بين ثيرابي، المريض بيجي لي بنعمل جلسات لمده ربع ساعه مره كل شهر. معانا صور احنا عاوزين نشوفها كده قبل ما الفقره تنتهي، نشوف الصور بتاعت مركز بريدج حتى تبقى حالات. انا جايبها لكم بقى من عندنا في دي هنا عملت تركيب يا دكتور الاسنان. لا دي مش تركيب، دي عملت فينيرز بس، عملت اللي هي القشره اللي بتتحط على الاسنان. دي كان في تكسر في الاسنان، كان في تسوس، كان في تصبغ، كانت يعني الحاله كانت صعبه شويه. بني ادم تاني يعني طبعاً. ودي بالمناسبه دي هوليوود سمايل لو حد عايز يعرف الستايل اللي اتعمل هنا. هو دي الحاله دي كان في اهمال شديد بقى جدا جدا جدا، كان في طبقات صفرار من الجير، كان في صفرار جدا في الاسنان، كانت الاسنان فيها تزاحم وكانت فيها زي روتيشن او ملفوفه شويه عن مكانها. ده قبل وبعد ما عملنا يعني مش بس تبييض هنا يا دكتور، ده هنا تبييض هنا عملنا فينيرز وهنا شلنا زوايد اللثه وهنا عملنا تنظيف الفينير اللي هي القشره التجميليه. بالظبط. هو الجير يا دكتور المفروض يتشال كل قد ايه اصلا؟ المفروض اصح حاجه كل 6 شهور. كل 6 شهور. طب ودي ايه يا دكتور؟ هنا هو كان عندنا حاجه اسمها انامل هايبوبليجيا، ده مرض نادر شويه، ده تاكل في طبقه المينا، شخص بيتولد طبقه المينا عنده ما اتكونتش. فعنده بيعاني دايما من الاسنان بتتكسر مع اي حاجه ناشفه بياكلها، عنده حساسيه دايما. لو الفينيرز بستخدمها استخدامين، استخدام تجميلي واستخدام طبي لان هو الحساسيه اللي عنده هتبتدي تروح، هيبتدي يعرف ياكل ويشرب براحته خالص. وهنا هنا دي حاله ديسكالوريشن بسيط، عندنا سنه واحده بيضه، تغير في اللون تغير في اللون. عندنا سنه واحده لونها ابيض وبقيه الاسنان كل واحده لون غير الثاني. ايوه صح.
فعملنا كل الاسنان بنفس لون السنه اللي في النص القشره التجميليه بالظبط القشره التجميليه هنا هو برضو انا عايز اقول للناس ان انا اللون اللي اخترناه لون طبيعي ما اخترناش لون اللي هو لازم يبقى له ابيض حاجه عشان استقر الرجاله نزلوا الرجاله نزلوا بقوه طبعا يعني الرجاله هنا هو عندنا تصبغ بسبب تدخين بقى هنا برضو رجعنا الاسنان طلبت منه صوره قديمه رجعنا الاسنان لونها الاساسي وكان في شويه سبيسز او فراغات برضو قفلناها خالص يعني ما يقعدش بقى يخلو يقول انا راجل ما فيش مشكله عندي وبتاع يجي يعمل لا طبعا انا عايز اقول لك دلوقتي بقت الرجاله برضو بتهتم بمظهرها زي زيها طبعا طب دي يا دكتور هنا هو دي كان عندنا بقى برضو في زي روتيشن في الاسنان ده رقم واحد رقم اتنين كان عندنا تاكل في طبقه المينا بس سببها تاكل وظيفي بسبب ان هي كانت بتجز على اسنانها شويه هنا هم حطينا الفينيرز استخدمتها كحمايه للاسنان يعني دايما بقول ان هي ككفر للاسنان كلها بجد يا دكتور انت اديتنا برضو يعني كده علمتنا ازاي سناننا تبقى حلوه وجميله وان بيبقى في حلول لكل المشاكل وازاي نضحك اتكلمنا على كل الناس تفضل تضحك اتكلمنا على الابتسامه وانواع الابتسامات واتكلمنا على تجميل الاسنان وكان ضيفنا اللي منورنا صانع الابتسامه دكتور احمد السباعي اخصائي تجميل الاسنان عضو رابطه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان بنشكر حضرتك جدا نورتنا نورتنا يا دكتور مشاهدينا بكده وصلنا مع حضراتكم لنهاية فقرتنا نشوفكم على خير إن شاء الله We'll be right back.